معي من بيروت دكتور سامي نادر، أستاذ في العلاقات الدولية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور سامي. كيف ممكن أن يلتقي برنامج الرئيس عون وبرنامج الحريري المرشح الأبرز، حتى مع أنه وفد كثيرين محسوب أنه هو سيكون رئيس الحكومة؟ أعتقد يعني هنالك مسألتين أساسيتين. أولا هي مسألة سلاح حزب الله، كيف سوف تتم مقاربتها، ومسألة يعني نشاط حزب الله أو تدخل حزب الله في الحرب السورية. هلا ما في شك أنه في خطاب القسم أتت يعني عبارات صحيح بصفة عامة، تقول بعدم وجوب أو تقول بالابتعاد عن الحروب الإقليمية، لم تسمي بالتحديد. صعب. ولكن أليس هذا يعني خطاب، هذا بنهاية المطاف هل تعولون على هكذا خطاب؟ هذا كما قلت هذا خطاب. المسألة اليوم في التطبيق، ماذا سوف يكون موقف لبنان مثلا في جامعة الدول العربية ما كان هنالك قرار يقضي بإدانة سوريا؟ كيف سوف يكون الحكومة اللبنانية المقبلة من تمويل المحكمة الدولية؟ هنالك يعني مسائل لابد من صحيح يعني حتى عندما نتحدث عن أي تلاقي أو محاولة على الأقل للتلاقي بين عون والحريري، ولكن هناك صعوبات، يعني نقاط ليست سهلة للحل إذا ما تحدثنا عن بعدة كما صحيح. قلت موضوع صحيح. سوريا، موضوع المحكمة الدولية على أقل، يعني إن كان من الناحية السياسية لن يقبل بها عون، أو حتى من الناحية المادية لأنه الرئيس اليوم هو صحيح يعني يتوقف على الرئيس الجديد وعلى رئيس الحكومة المقبل. هل الرئيس الجديد سوف يتصرف من موقعه كرئيس جمهورية كحليف لحزب الله كما كان عليه مرشحا وما قبل فترة الترشيح، أو سوف يعني يقوم بوضع مسافة ما؟ هل له الخيار في هذا؟ سوف ما نراه. يعني دعينا لا نحكم على المسائل قبل تحصل، لأن كل رهان الحريري ورهان جعجع اللذين اختارا هذا المرشح هو أن بالإمكان أن يحصل شيء من الابتعاد. يعني رهان هذا تعتبره من قبل الحريري أو مخاطرة كما جاء، ولكن ثمة من قال بأنه هناك مصالح أيضا، لا نتحدث عن رهان فقط. يعني واضح أنه جعجع متحمس جدا ويتوقع وزارات وحصة مهمة في الحكومة، والحريري يقال أيضا بأنه هناك مصالح لهذا قام بترشيحه. أعتقد أن جعجع قام بها ولم يكفيها لقطع الطريق على سليمان السنجي، وذلك يعني انطلاقا من خيارات سياسية متصلة به. أما الحريري يقول أن هذا هو ما آخر الخيارات المتبقية. يعني هذه أسئلة لا شك أنها برسم التاريخ والأيام. كان خيار متبقي منذ سنتين ونصف نتحدث، لماذا الآن؟ وما رأيك بما يحكى عن مصالح اقتصادية، لأنه نريد أن نتحدث أيضا معك عن التحديات الاقتصادية أمام الرئيس الجديد، إلى أي درجة سيكون بإمكانه أن يقوم بهذه التحديات، أن ينجح فيها على الأقل، وإلى أي درجة هنا نعود إلى المصطلح الذي يقول بأنه الاقتصاد ممكن أن يقلب المعادلة السياسية، وإذا كان صحيحا ما يحكى عن صفقات اقتصادية حدثت؟ هذا سوف يعني ما نراه، خاصة حينما سوف تتشكل الوزارة وكيف ستتوزع الحقائب. الكل يعلم أن اليوم هنالك ورشة مقبلة، لا ندري هل سوف يتم المباشرة في هذه الورشة أم لا، وهي ورشة التنقيب عن الغاز والنفط التي اكتشفت في المياه الإقليمية اللبنانية. هل سوف يتم توزيع أو يتم توزيع هذا الملف على الأحزاب السياسية وفق قاعدة المحاصصة، وذلك ضربا للشفافية ولأسس الحوكمة الجيدة؟ هذا سؤال اليوم برسم
الحكومة المقبلة. لا شك أن هذه مسألة بالغة الأهمية. أما أنه الرهان أنه الاقتصاد ممكن فصله عن السياسة، جاء تقرير المؤسسة المالية العالمية لكي تربط اليوم الاستقرار السياسي بالنمو الاقتصادي، ولا يمكن أنا أعتقد فصل هذين الملفين. والسؤال اليوم، هل هذا العهد الجديد بإمكانه تثبيت قواعد أو تثبيت الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار السياسي؟ صحيح، هذا السؤال الأبرز يبقى دكتور سامي. يعني بالنهاية هو ثقل الفراغ حتى سيبقى حاضرا وفق الكثير من المراقبين اليوم في حقيبة الرئيس الجديد، وسيبقى السؤال دائما، هل سيلتقي مع الطرف الآخر في النصف أم أنه سيكون الأداة بيد حزب الله، ولكن هذه المرة مباشرة من قصر بعبدة. أنا أشكرك جزيلا من بيروت دكتور سامي نادر، أستاذ في العلاقات الدولية.